ميدو طبعا تاريخ كبير جدا وبطولات كتيره جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. ايه اكتر بطوله انت فاكرها لحد دلوقتي واكتر بطوله يعني بتعتز بيها؟ الحمد لله، يعني الحمد لله نمسك الخشب. البطولات الحمد لله كتير ما شاء جدا، الله بقى مش الحمد لله الحمد لله. بطولات كتيره جدا الواحد حققها مع النادي الاهلي. كل بطوله او كل نهائي انا اعتز بيه جدا جدا، لانه بتيجي بصعوبه. البطوله لما تيجي بصعوبه جدا ومع عرق ومع مجهود. لكن لو عايزه بطوله مخصوصه، يعني سنه 95 في الصاله هنا، كان بين الاهلي والزمالك، يعتبر نهائي. كان الزمالك عايز شوط واحد ويكسب البطوله، لكن كان علينا ضغط كبير جدا كلعيبه. لكن الحمد لله كسبنا الماتش 3-0، وهم كانوا محضرين زفه. فاكر كويس جدا ان هم كانوا محضرين زفه هنا وهيطلعوا من النادي الاهلي على نادي الزمالك، لكن الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا 3-0 وكسبنا البطوله. كانت اول بطوله افريقيه تتلعب في صاله النادي الاهلي. طب دي بطوله وانت لاعب وانت مدرب بقى، تقدري تقولي اول بطوله ليا كانت افريقيا في تونس 2017. بطولة عزيزة عليا جدا. دي أول بطولة حضرتك لعبتها مع النادي الأهلي صح؟ وما مسكت أول بطولة مدير فني ليا كسبتها كانت مع النادي الأهلي، كانت بطولة أفريقيا وكانت قوية جدا وفي تونس. فهي صعوبتها إن هي كانت في تونس ولعبت الترجي ونجم الساحلي في النهائي، وقابلتنا صعوبات فيها كتير جدا قبلها وأثناءها كمان، إصابات وحاجات كده. لكن الحمد لله كان ربنا موفقنا جدا فيها، وأنا أعتز جدا بالبطولة دي. كابتن ميدو، إيه أصعب موقف